تلي بكام دي بقى؟ دي ب10 ب10 جنيه يا جماعه. ايه وده الفل وات شوكليت كرة. انت عايز 2 من ديت صح؟ لازم بقى اللي انت تحط زبدة على الحديد صح؟ اه طبعا التفاح عشان ما تلزقش صح؟ ما تلزقش. نعلي بقى السرعة بتاعتنا على 250 في ايه؟ العجينة بتاعتنا مكونات ايه بقى العجينة؟ ايه؟ العجينة دي بقى مكوناتها كتير فيها مكونات كتير. ايوه يعني ايه؟ ده انت حطيت عليها دي الزبدة دي الزبدة شوف الكواليتي شوف الكراميل.